لم يكن السوق القطري يوماً سوقاً عادياً. أكان ذلك على مستوى حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية أو على مستوى الثقة الدولية فيه؟ لقد كانت قطر باقتصادها وأسواقها منفتحة على العالم، لكنها كانت تتعامل دائماً مع جوارها على أنه المكمل لها. منتجات جوارها هي منتجاتها، والحدود المشتركة البرية والبحرية هي بوابتها للعالم. لكن في لحظة لم يتوقعها أحد، أصبحت هذه المنتجات أداة للإضرار بقطر وشعبها، وأصبحت هذه الحدود باباً يراد به أن يفصل قطر عن العالم. نحن لا نخشى مقاطعة هذه الدول لنا، فنحن بألف خير من دونها، ولكن اليقظة مطلوبة، فمزاعمها أنها تكتفي بالمقاطعة ليست صحيحة، إذ أنها تواصل تدخلها في شؤون بلادنا الداخلية واتخاذ خطوات عقابية جماعية ضد الشعب القطري وتحريضها على دولة قطر في كل مكان. الأسواق القطرية قبل الأزمة كانت قوية منفتحة وتلقى كامل الدعم من الحكومة. في اللحظات الأولى للحصار كان هدفنا استقرار الأسواق واستقرار الأسعار والتأكد من انتظام تزويد السوق بالسلع بهدف طمأنة المواطنين والمقيمين. طبعاً الخبر فاجأنا كما فاجأ الجميع. بين يوم وليلة أصبح علينا أن نتعامل مع وضع جديد وتحدي جديد بعد أن كانت تأتينا المواد بشكل يومي، خاصة المواد الطازجة. خلال 48 ساعة وبتوفيق من رب العالمين استطعنا أن نعود إلى الوضع الطبيعي ويعود السوق إلى استقراره ولا يشعر المستهلك بأي إشكال أو أي ربكة. منذ اللحظات الأولى للحصار تم تفعيل خطة الطوارئ المعدة سلفاً من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، وتم تفعيل خطوط الاستيراد البديلة ومصادر استيراد السلع البديلة. وكما ترون اليوم بعد عام من الحصار هناك خيارات متعددة بالنسبة للمستهلك وبسعر منافس وبجودة عالية، وبالتالي انتقلنا من الاعتمادية إلى الاستقلالية ومن خيارات محدودة أمام المستهلك إلى الانفتاح على العالم. التحدي كان في توفير خطوط نقل بديلة بالسرعة الممكنة، توفير مصادر بديلة للبضائع، نقل البضائع عبر بيئة سليمة والمحافظة على جودتها لضمان سلامة وصولها للمستهلك. طبعاً التحدي كان عندنا التعامل مع عشرات الرحلات اللي طالعة من الدوحة واللي جاية الدوحة، خصوصاً صار الحصار على المجال الجوي، وأيضاً التحدي كان التعامل مع مئات الآلاف من المسافرين اللي موجودين في الدوحة وبرع الدوحة اللي عندهم حجوزات. والتحدي الثالث كان كيفية التعامل مع رحلات طائرات الشحن الجوي اللي زادت خلال فترة الحصار. في المرحلة التالية كان الهدف التحول للأمن الغذائي وتنويع مصادر الاستيراد وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية ودعم المستثمرين المحليين والمنتج الوطني بهدف الوصول إلى درجات عالية من الاكتفاء الذاتي. لقد كان للشركات القطرية في مجال الإنتاج والاستيراد والتوزيع وقفات لا تنسى، وقد كان حجم الاستثمارات القطرية في الخارج دعامة حقيقية في بداية الحصار للأسواق المحلية القطرية. كما تلاحظون بأنه نتيجة لتفعيل خطوط استيراد بديلة ومصادر استيراد سلع بديلة أصبح هناك تنوع كبير في السوق. مثل ما تلاحظون هناك منتجات كثيرة قاعدة تعرض من دول مختلفة وبسعر مناسب وبدرجة عالية من التنافسية ومن مختلف دول العالم، سواء كان من أوروبا أو من أمريكا أو من دول المغرب العربي أو من مختلف دول العالم. ورغم محاولة عزل قطر، إلا أن الإقبال على دعم السوق القطرية بمشاريع جديدة ومتنوعة
كانت الأساس الذي استند عليه المواطنون لدعم سوقهم المحلية. فعلى مستوى تجارة مواد البناء كانت الزيادة في حجم الشركات 11.7%، وفي تجارة السلع العمومية كانت 14.8%. أما في تجارة الأدوية الطبية والصيدلية فقد كانت 15.8%، وفي أنشطة البقالة والتموينات كانت 18.2%. لقد ظهرت قوة السوق القطرية من خلال فائض الميزان التجاري، فبينما كان 25.3 مليار دولار في 2016 فقد وصل إلى 36.6 مليار دولار في 2017 بزيادة قدرها 44.7%. كان هناك التزام أدبي مع بعض العلامات التجارية من دول الجوار. بعدما زال الالتزام الأدبي أصبحنا نستورد من شتى بقاع العالم، فوقعنا على منتجات جودتها أعلى وتكاليفها أقل، أصبحت تنافسية السلع عندنا أكبر، وهذا كان الدافع الرئيسي لنمو المبيعات في 2018. أما فيما يخص الخضار والفاكهة فإنها أصبحت تستورد من مختلف دول العالم. كما تلاحظون هناك تعدد كبير في المنتجات المعروضة من الخضار والفاكهة وبأسعار منافسة وبجودة عالية، هذا مع ارتفاع في نسب المعروض من الخضروات والفواكه المحلية. النتيجة النهائية أصبح لدينا مصادر بديلة للبضائع، خطوط مباشرة مع جميع الدول، جودة أفضل، خيارات متنوعة وأسعار تنافسية. العالم اليوم قرية صغيرة، فإذا أغلق باب السوق العالمية فتحت أكثر من 1000 باب. الاقتصاد القطري والسوق القطري كان قوياً وسيبقى كذلك. أصبحنا في مطار حمد الدولي جاهزين اليوم، وعندنا الثقة للتعامل مع أي ظرف من هالظروف إذا مرينا فيها في المستقبل. بفضل تعاون الجميع، أفراد المؤسسات، مواطنين ومقيمين، لم نتأثر ولن نتأثر إن شاء الله في مواجهة أي أزمة، وأصبح اقتصادنا أكثر قوة وأكثر صلابة. برؤية واضحة واستراتيجيات متقدمة وإرادات صلبة ومشاريع طموحة لتحسين قطر، ستسير البلاد في طريق النهضة والنمو، ولن يوقف انفتاحها على العالم شيء، ولن يضعف قوة أسواقها أحد. ستبقى أسواقنا صعبة على من بغاها.